أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تيبا ومدى الصومالية ذلك السوء التشوتان بوا ومركراته يسل الله يسل الله يسل الله عبد الدور ويدر نبض وارتا إيا نرد يقيم علي وأتكو قرتل إذن كو مسلمة سنية انتا كد وعن دوني يا هل كان إنا نقهم بلي يا مجاهدين تا وضد إلهي كود دغالمايا شرعي ربي كود دغالمايا الدفاع يا الدين تودا دكن كودا سنه دي رسول كان محمد عليه الصلاه والسلام يا كود دغالمايا غوبلده غرغدود يا هيران انت كد متينا الهي وحا غبريا انو دمانتود با الهي جنمدي كوسو دوويو ماشي اي كاتين ملك ورغسن ان الهي جيو انت داوعنا الهي نوغو بوكسيو انت نورا ان الهي كقول ايو هكسيا ايه ملاد ايليهين اعين وضع لنا وعكرونا اهل هلك الوغاهم بليين ايو ويليشان ارتبعو اهي اقرب استاقي اطيال دي وعكرونا اهم بليين ايو اذا مدي قرعيل ايه هلا دي دعير وعكرونا اهم بليين ايو وانا يقول ايستا بيلها حوال ليه يقوله ذو عن مره نواء عن قربك يا كبحين اما قربك دفاع الدين في إسلامك يا حرينتا ضدك الصومالية دي يدك من كودة يدل كودة هو يو عن كم ذوني مركز كده ايا واحد روح هم بريالي مجاهدين تا اللي يرد المرسلة اسبورتي كي عسكري ها يكي بنجك الشغيرة جامعي مد فرض النقضة يمد جار معاد وحكال لقاه يمد عيادة نبا قرب كيسي صار انت اكد وعلى ايه قوارج قوارج تهي جبتي كوي قوري قيري يودن الهي وحانو قبري عذاب تي سي ان او روحو لاغو قرد لقوه لاو وعودنا الهي لما يسترو لبركة كجبيو انتو دلنو لن الهي وحان قبري هدان يسوهانوني إن إلهي دورك كجبي أو نقصان وغير لما يستر كل نقطة إلهي كبين شيء قديسي أيو إلهي وعروضي أو دورك كجبي يدلنوتو ذاتكي أي قاليين إسلام أي إسلام لماذا كساريين ما دابا أي دينة إسلام كالله بقى الله بيو إلهي كبين شيء قيان وإلهي إلهي هو ظالم سببتوه مركا إلهي إلهي هو ظالم ما أهم كليين كمدة سداء وإلهذان إيه قولوا إلهي هو عادل لكن وحو إنا فرد وحي صوبة كبعي وحي كان لغانت إلهي وضال وحونا انتدي بليهن إن ذاتك الإسلام كا إيه أن وحبك جيسا إيه إسلام كا إن يفك لهجوه قاسة صوبة لده إن أيوه نول لهجوه سيدا درتين إلهي وقوي قلو جيدين وقبائي انت هذا بدي وعلى إيه قولي استمر كالاتو قوشنا واه انت اتكتان بابي جيبي بدو وانت كيني انت جن وقلي واي واحد كد عين انسان هو الدين تاع حمينيا واحد كد عين انسان هو انت اسلام كا اي لينيا واحد كد عين انسان هو ذنبك الهي او ان يري ظالمين تا انتنا و هو غلط او هدا و هو غلط مويسان افك و هو غلط او هدا و هو غلط مويسان اضعف الايمن كا موسى أضعف الأيمان وين صار لعفني أفنى وين كسر بدوني إيه قعنتي بالمريس أنا قعنتي وحوق قبتها لا بركة كتبية لا بركة الله جبية دين تاني ورجع نجنا قارا نجدي أم رين مايو مركات قف إسلام أصل مايا مال كدم بيسا أقول يقول قال لها مركل اللي يقول هذا قال بطه دين تالي إسلام كعبه يسطي مركل اللي يقول هذا قال بطه واحد كدر له وكدم بيا واحد كدر له oo ka dambeeyay inay sintii barwarka waxaynu u xaqiijinaynaa qalada iyaga oo ilaahay ka been sheegay khawaarijtu sida dirteed nooma harsana meel dambe dumarkii qaaday xoolihii qaaday dadkii dilay gube hantidii dumiye hantidii dhace sumcadii hadlay ku reeyay halay diinteena way ka soo gudbana inagii weli qalatiin xagee ku noqonaa marka maxaa noo haray xagee noo haray حقي دب دمبا حقي كل نقول كرنا حقي فدين كرنا ما جرتو ميل كدم بيسا
meel ka dambaysa oo aynu noqon oo idin dilaynaa gaalnimaan la idin dilaynaa macna ma samayso ilaahay dhiigga wuu xaaraantinimeeyey caldeera lahaa ilaahay dhiigga islaamka wuu xaaraantinimeeyey haddana waa gubaya faladuu labadaa meel kala geeyey waa gubaya soobe oo ku faraxsannahay waa sax weyn ku leeyay soobe waxay ka dhacay labada jeer waa sax ilaahayna wuu xaaraantinimeeyey ku leeyay waana sax dhalim dhalim laba afre kadaab shaydaan caadiya waa shayaadiin waa dhallinyaradii shaydaanka ashabaabu shaydaan su-aal su-aal lama yidhahdo waa shabaabu shaydaan waa dhallinyarada u shaqaysa shaydaan waad arkaysan kii gaariga watay ee gubayay haddii ku leeyaa labadoodii laba kii hore soo bowan iyo soo batu waad arkaysan wuxuu leeyay ilaahay u jannaa igu gee inaan dadkaa islaamka laayo inaan baabi'iyo war yacni nimanka waxaas ninkaa soo faray laba waxaan rabaa in aan muxuu ahaa aan idiin bayaaniyo nimankan in ay caddahay in qof walba ku janno tegayo in jihaadku uu soomaaliya guryaheena idinkugu yimi in maanta aad ka faa'iidaysataan nasiib ilaahay idin siiyey ay tahay dhowrista islaamka iyo ballaarinta diinta ayay nimankani waxay ku yihiin weerar iska dhaaf dadka dilka iska dhaaf oo iska dhaaf hantida la dhacayo oo hantiday burburinayaan iska daa islaamku in la kobciyo soo maa maalinta weed waxaa dhacay gabar aynu daris lahay oo croatian ah ayaan dabcay inaan soo muslimiyo qarxii annagoo maalin jimca balansan inaan kaxeeyo oo aan masaajidkeeda muslimiyo oo darilahay u muslimiyo sheeko dheeray soo martay oo ay leedahay warnin maalin walba iska faraxsan tahay maxaad sirta nolosha ifahansi kadibna aa yidhaahdo waa diinta aan haysto inaan anugu waxba qaban karin oo ilaahay wax qabanayo wixii aan qaban waayo isku dayn karaya aniga ilaahay faray haddii aan ku guulaysana ilaahay baa ii ogolaaday haddaan ku guulaysan waa ilaahay baa ii qoray sidaa darteed ayaan ku niyadsamahay cala kulli hawl diinta inaan geliyaan dabcay qaarxii bay ka daawatay aljaziira oo qaybta ingiliishka gabadha iyadoo soo libisan oo dharkaan usoo geday oo haddiina ku runayo shukadii iyo wixii soo gashanaysa masaadka u wado bay aragtay tii ordaysay itin markaasta maanaad gelinaysaa diin halaaga oo dadka lagu halaago oo dadka muslimiinta lagu dilo soomaali soo muslim maaha lagu laayo caruurta lagu laayo oo firi gabadhan fir gabadha yarada korreysa oo hooyadeed waxa ay kasbatay waxay geysatay iyo kumanaan oo casa oo ay dileen maxay geysatay inantan yare waxaa lala waxa dhahdaan dhaqan wey diintu islaam qoladana was oo soo kuwan lamahay muslimaanla diintii islaamka dadkii xaqa la tusayay xataa kasoo horjeedaa marka nimankan waa duulaan diineeda waa in qof walba gurigaagu jihaad kugu yimaada waa ina la jihaada intaa kadib waxaan doonayaa inaan u galo oo aan u caddeeyo waxaan ahay daahir socdaal abtidoon geedi waada garanaysaan waxaan ahay nin habri dilaa waxaan ahay nin gumcadla ah waxaan ahay nin hadiilahay ku roon yahay reer galhareeriya waxaan ahay nin reer muqdisho ah waad garanaysaan oo saldanadan kasoo jeedaaho dadka igama garan waayna waxaan rabaa reer wabxoodow waad ceerowdeen qodhey iyo xeraday iyo dhulkay iyo dhaqankay reer wabxoodow wixii laydinku yaqiinay waa been war naftu way baxdaayo jihaad baaba idin yimada maa jihaadaan mise shaydaankiiba idinku adeeganayo shaydaan shayaadiintii baad kamid noqoteen isgeli labadan isgeli wixii sooba ka dhacaya xaqa lama muruq muruqin karo xaqa iyo baadilka lama muruq muruqin karo isqaadan maayaan wixii ka dhacay soobe ee kuwa badanna ka dhacayay ilaahay ma ogol yahay mase ma ogola dadkii kulle anayay ilmihii yaraaye la xabaarsanay gabadha yaree jareerka ahayd oo hooyada meeshaa lagu dilay habarada laga dhigay iyo boqolaal sidaasa ma ilaahay baa qoray ma xaqa ilaahay baa maya hadday tahay wax kale kuma lamaanin karti haa hadday tahayna wax labaad kuma lamaanin karti haa hadday tahay diin shaydaan baad haysataa ilaahayna dhaalim ma aha oo taas ilaahay ma qoro ilaahay bay ka been sheegayeen le ilaahay waa dhaalim dadka xaqdahra ku dile sidaa darteed labadaba lama midayn karo haa iyo maya lama miday karo haa iyo maya lama miday karo wixii meeshaas ka dhacay xaq bay ahayd iyo baadil bay ahayd labadaa lama miday karo
قال لك كل حجت كو قال لا تشوف ور قال ما شرم شفت اسلام بن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلاته كانت كذا دينته الا كبعيان دونيا حمهن ديديا وحي مسلم كان نعبا نعبا وحي الظالمين ترنو على دينتي كبين شيء إلهي كبين شيء نعبا ضد إسلام هان صور لينا يا أم وحبكي سنة أبرياء هي آيات اللي دبقوي آيات دبادة اللي قوي أما فسرات دي اللي وعيو إي آيات كي قال هذا اللي قهد لي إسلام كله قدو صوماليا قف كلا قرا كلا هي كلا قرطة وهدي شيء ده نديم كأدي قريه ضد كهرج الجدود دي ضد كصومالي ملتو فعلا هي مرسل ورح إلهي وحو إذين كان دق دق وحو إذين كان يجنو أكتي مكان الجنة ذا كفا إذين استبر إفكا كلا أدوية ذا كلا إسكدائي ورجنة ذا إذين دقاتي جنة ذا إذين دقاتي كفا إذين استبر أدوه من إيمان إيسا وإيمانية والله بالله تلاهي تكت كي يوحي هذا دفع بسطوة إيمانية ما تناوكل الله بعفية تناوكل مياه بعفية هاي كبعا جانس تناوكل واحد يشان وركع او جنرا دونتا او اما كيت كاليكتا اما دك دكو اذا عذابتي بي كوبا نكوص على نكرا جنرا ايدين دكتا او جنرا كافا ايديستا تاسي وقل خير وبحو وحي اهي ان المركة عرقتين مجاهدين تا ايدين تمدى الدين تا الدفاعي سا اي حق ان الدفاعي سا اي ظلمي الدين تا اي ظلمي الددك اي ظلمي الالهي اللو بيسرين مركا رجي معها ان اي دفاعان دوري دين امر الصدي وحي هدي ما تكعلها القرق اللي بحرا كيدي من ايها بنتي مع الاسف جدا ان الرق حرام او عبسي الرق حرام اما مبادئ ذا النوع عاصي اذنكو امر الصدي اذن ما انت مسلم ايه قال وحتين لقرموه وعيان ضخ ان الشيطان وادي اكتان مشهد الهي وادي اكتان مشهد حق إلهي ما شاء وإلهي مركو عقلك إنسي أيو ما شاء أدمر إنسان قري مركو عقلك إنسي ده مغشين قفكو مركو حب يبيعها أي جنة إيه النار من دوجلة يا القري معناه إنه ماها إلهي قفنا ما قاله قفنا إلهي ما قاله مركو ابن آدم كان عقلك سي ويا قرارك معناه قرارك اللي جوش ابن آدم اللي قال إياها واحد لو جوجو تلاقي قري أكتر ها وعوه الدون إلهي إنا نقول لعب ذا الإسلام صدق حق إياه بغد الوحكة لصارة يا مرغوك هنا يو كتاب ها كوك العدين إياها الله بقوة ده هذا الوسير الله بقوة ده صوت ده كرامر تنع عذاب تدكو تجيسا تنع نعرف تقول سيلا عدنا ما قال عقل قوي يقرار في الوشة يا مركب إبن آدم أنا كان لي عافو ما في قوة عقل قوة أيام قري قرار قوة كاسو فسر كي كهومي قفكو حاشا قيستو كان إياه النار وحو شقيستو هلية إيو مركو قيمتو إيه مركو حبيب بياءها أيان قري ماشي قوي أذي معنى يدو تدكو مفصلين لكن عقل هي عن الصينة يعني عقل هي عن كوكين معنى يدو واحد وي عقل هي عن مركو إلهي سي أن أغيها يقول إلهي وطرق ليو ويفكا ابن آدم كو أدوري وصيد حيوان كان أنا هيرون أسيا عابدو ويكيني إسلا مركو كتاب إيسو دجية منزلة و شروع دي يبغوا قرية روحنا واحد كوجل إنسان جنة روحنا واحد كوجل إنسان نافته هو كشغيسه مركي و يعدي أنت صارن ابن آدم بن كاتلي ويا عقلهم كوي لا كوجل كلا جرت مرك عسان قرية ابن آدم مرك كاتلي عن كوج قرية ماش تجلس وسنا ويا لا إسكاي مرك إلهي الشيطان ما نخبه إلهي الظلم ما جيسته إلهي إن ما جعليه إلهي الظلم هي مجته مرك ابن آدم مركي لقعد مركي ابن آدم لقى حيوان بلقى ليه كله هني كابو بلقى وحلقى ليه كله قفان عقل الهين لكن مركي ابن آدم كان جايبان قريب جايبانه تنيء نرمش ذا ذي هذا هيك وهرت على مركي مركي جهاد بهرتي نيالة واحد إيش أقول شنو ذن ذكرت أنت صار لي هاي وعلى هاي تلني يرضى مرصود ملك استوى أجو تنرى يرضى صار يرضى نبلق الدنيا لكن بيش أنا وان كل شيء كرر لي أنا ده كإمادة مركز واتجوكتان لول النمعاء برواقع سمعة أبوه يالي داليين وناك يا شرف الله راي أب وقفاني كرتان انت إلهي أبو ريب الله هيدانا هيسكد يعني صور نقاقة السوء إمادة
la dagaalama cadowga ee maxaa diinta Ilaahay, la dagaalama cadowga dadkiina, la dagaalama cadowga ciidiina, la dagaalama cadowga Islaamka, la dagaalama faajiriinta, kadaabinta ee kondhomyada iyo sida taadili ku reex xashiishii cabka ah ee meesha isku timid ee Ilaahay ka been sheegtay diin ka dhigtay waxa ay sameynayaan. War Ilaahay wuxuu idin yiri gacantiina wax uga qabta dulmiga iyo xumaha kuwa wada ee faajiriinta xumo wadayaasha gacantiina wax uga qabta, oo afkiina hadaad daban weysan afkiina wax uga qabta, oo hadaad min adcafow iimaanka aamuso ma muslim bayna joogna maanta waa jihaad kan wa kalata ma aha mid laga aamuso sare kaca oo kaca iskugu imaada wa muxuu maanta waa xor afkaa ugu hayaa meesha raceelmuru waan geli doonaa taa kale waxa la isu kaalaya bay soo haysataa maanta war nin walbo markaad aragta nin shabaab oo shaydaana shaydaanka agtaada maraya dili shaydaanka agtaada maraya qof walbo uusan ku dhaafin waa jaanis mid kastood ogtay inuu mabaadi'da shaydaanka xambaarsan yahay ee u soo dhiibeen shayaadiinta waaweyn waxaad yeeshaan ibliisku kan uu soo qanciyey qoodha iyo xarada iyo dhulka iyo dhaqanka hadduu kula dhashay dili waa shaydaan shaydaan wuxuu ku ahay cadowga Ilaahay dila ku sababa shaydaan dila dila meeshaad ku aragteen dil iyaysan idiin noolaan hadday ku noolada way ku faafayaan waa jilayaan waa fayras waa fayras diimeed waa fayras dhaqaale waa fayras Ilaahay lagu waxyeelaynayo waa fayras xaqa lagu waxyeelaynayo waa fayras dumarka iyo caruurta lagu waxyeelaynayo waa fayras lagu waxyeelaynayo islaamnimada waa fayras lagu waxyeelaynayo jiritaanka islaamka iyo awoodsiinta diinta waayo diinteennibay ka dhigeen wax dulmi ah gabigeeduba oo wixii sooba ka dhacay iyo wixii la midka ahaa haddii lay ku runayaa ka dhigayaa inay diinteennu saas usoo degtay ilaahayna uu dhaqanka leeyahay waxa wajiyay waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo dhigmay gabadan iraada dadka soomaalida waxaan idiin sheegayaa waa gabangabo balse waxaan rabaa horta ceelmur iyo laguma dagaalama karo haddii meesha laysla garo waa laadan arkaynina gal hareeri kama sukayso alla ina gal hareeriya lagu dagaalami karaa waxa waad aragteen hawdka iyo dhirta iyo waad aragteen meel walbana ay miinada geliyeen ilaa iyo makara miina dhibaarkiina waa labada ciidanka waa sii socdaan geeridana waa la yaraynayaa horaan idin kugu sheegay in istaraatiijiyada la dejinayo haddii lay ku runyo tuur iyo ninka la yiraahdo ismaaciil waa dhigka ma hadlinaya iyo guud ahaan iyo haddii lay ku run yahay nuur iyo jacfar kulligii waxaad geysateen aada baan kaga mahadcelinayaa ciidamada meeshaa jooga ha xaale welcome come on horu socda insha allahu tacaala wiilashan abtiyaasha oo ahaya dagaalka soo galay meeshay doonaan wax ka yimaadaan ee geesa ee abtiyaaladood soo garab istaagay haddii lay ku run yahay dadka soomaaliyeed ee arrinta maaragtay nagu buurinaya ee af iyo adinban la garab taagan ee aan isku cadowga nahay gedigiin aada baan idiin salaamayaa waxaan idiin sheegayaa waa la sii socdaa waana la sii socon doonaa ilaa iyo afka xarar dheere haddii la yiraahdo insha allahu tacaala ana waxaan san rabaa inaan kusoo gabangabeeyo hadalkayga waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda waxa laga wado waa ogahay anu ciidan beeleed waxaan ahayna meeshaan ma joogaan jacfar keliyaha yiri jacfar keliyaha yiri waa beelo inta kaleeto anugu laakiin mid baan idiin sheegaya iga gunta maanta waxaan ahay daaha socdaal waxaan kasoo jeeda dad wax dhaqi jiray aabahay aabihii 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 dad anugu lahjadoodana oo luuqadoodana waa kala aqaanaa asalkoodana waa aqaanaa dhaqankoodana waa aqaanaa dadka ibni aadamka ah qabiilka ay yihiin qof wanaagsanna waa ka dhashaa qof xunna waa ka dhashaa wallahi inana beeni dishayn lugihiisa markaan fiirshan aadamaha kala aqaanaa dhaqankiisa lugihiisa keliya markaan fiirsho cimrigeedana waa jiraa baan aqaanaa hab dhaqankiisan qiyaasi karaa inkastoona qoroba dalac ahayn haddana waa qiyaasi karaa waana caqliga ilaahay wuxuu ii siiyo iga duway xawayaanka qiyaaso idinku waxaad leedihiin waxaa laydin kula ballamay ciidamada soo noqda ee ilaahay uu soo samay celiyo in garaada la siin doono marka waa beer la xabsanaysaan dowladda xasan vijay kumar uu hogaamiyo waxaanse idiin ballan qaadaya haddaan damiirkiisa aqaano oon dadnimadiisa aqaano oon dhaqankiisa aqaano oon diintiisa aqaano oon ahligiisa aqaano aqaano ninnimadiisa in aysan suurtageli doonin waxaad mahadisan waana diin ballan qaaday waana isu weyna waxaan iska adduunyin soo adduunyin oon maanta un ula jogno
sumcaddan aad dhisaysaana beenta ah ee uusan idin garab taagin diyaaradaha masiiska leh, diyaaradaha maraykanka masiiga camara, ciidamadii haddii la ku reebo meesha la yidhaahdo masaajid caalguud jooga iyo qafillaaya turkiga baabuurta ay keenay iyo qatar iyo ay keenaan maraykanka meel arkeen itusa ejensiya baabuurta tuutaysna ee qafilla cabdibilayaasheeni iyaad baabuurtan madaxiina ka goosanay miyuu isagu leeyahy ismaaciil miyee asagoo maadila ku reeya ciidan u ah. Waxaan rabaa hal taliyaxtaa ma lihin oo guuto maanta anigu dadba waa kala aqaanaa, cuqdadooda iyo cudurkoodan kala aqaanaa, noocanaan aqaanaa, kan hadda waaba iska hindi kuwa kalan aqaanaa anigu waxa ka kala suurtooba kan fiicanna waa aqaanaa, kan liitra waa aqaanaa. Waxaan ku ballamaynaa maalintaas soo noqotaan iska wata wixiina ee maaragtay simbatiyadiina iska wata, sheekadiina iska wata, waxba kama qabo oo haddii alla idankeeda leeyahay antarabaqashkaa iska wata iyo waxa la yidhaahdo xayeysiinta xasan vijay kumar iska wada ballanta uu idinla galay waa sax, ballan buu idinla galay. Laakiin waxaan ogahay in aan lala gelin xasan vijay kumar inuusan shuqul ku lahayn wax axdi iyo ballan iyo damiir lagu ilaaliya. Inta waynu arki doonaa dadkana waxaan u sheegayaa ciidan maynaan arag oo isagoo amro oo awood leh, laakiin waynu aragnay xawaad leh, cayr iyo marusade. Inta kale ma wasuuyina. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Anigu beenbeen ma aqaano saldanada, waxaan ka soo jeedaa runta lagu yaqaana taasaana keenaysa cidla wax kama amaani kar kamana cayi karo kamana maaragtay ii sheegi waxaygu waa runta sheeg. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.